بنات كتير بتجيلي متنكده ومكسوره ومهزومه ومطفيه بس بسبب مشاكل الشعر، بعد ما لفوا لفه كبيره جدا على دكاتره الجلديه واستبعدوا الاسباب بتاعت الامراض الجلديه، بيقولوا لهم لا محتاج تظبطي اكلك وتروحي لدكتوره التغذيه. المشكله دي مع الست بالذات بتاثر جدا جدا على حالتها النفسيه. بعيدا عن اسباب الامراض الجلديه، هم ثلاث حاجات في الطب الوظيفي ورا مشاكل شعرك اللي مش عاجباك. نمرة واحد وأهم حاجة سوء التغذية ونقص مغذيات بعينها زي الحديد، الزنك، بي 12 وعينة فيتامين بي كله، نقص السيليكا، وأهم حاجة البروتين. أهم حاجة لشعرك إنك تاخدي كفايتك من البروتين، بروتين عالي القيمة مش داخل فيها خالص أي حاجة بتتجاب من الشارع ولا فول صويا ولا لحوم مصنعة. تاني سبب هو الهرمونات. الشعر مراية لتوازن الهرمونات في جسمك، كل الغدد بتأثر على الشعر. الغدة الدرقية مهمة قوي ولها مجموعة سابلمنت علشان تعمل بكفاءة. كمان هرمون النمو، الغدة الكظرية اللي علاقتها وثيقة جدا بالتوتر، كمان هرمونات الأنوثة بتاعتك البروجستيرون والاستروجين، عشان كده في علاقة وثيقة مع الدورة المضطربة، وكمان سقوط الشعر. تالت سبب بقى، ممكن سقوط الشعر يكون مجرد علامه او انذار مبكر انك انت بداتي على سكه الامراض المناعيه اللي بتيجي للستات اكتر بكتير جدا من الرجاله، وده له تحاليل معينه، وبنغير نمط حياتك علشان خاطر نمنع حدوث المرض، ويا دوبك الشعر ده كان مجرد انذار مش هو القضيه خالص.